انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصا منها على مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، واصلت الوزارة توزيع الهدايا على المرضى بالمستشفيات المختلفة تزامنا مع قيام الوزارة بتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال الانتشار الأمني المكثف لتأمين المتنزهات والحدائق العامة والمنشآت الهامة والحيوية والمسطح المائي ودور العرض السينمائي وأماكن تجمع المواطنين، كما تشارك عناصر الشرطة النسائية في عمليات التأمين لفرض مظلة من الأمن والأمان للمواطنين خلال أيام العيد. ولادها أبطال أسود وقد العهود وجوه قلوبهم. وقد شاركت وزارة الداخلية من خلال فرق موسيقات الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الحدائق والمتنزهات بعزف الموسيقات المتنوعة التي تفاعل معها المواطنون. بالتزامن مع انتشار القوات، تشارك وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، حيث وجهت الوزارة مأموريات إلى عدد من المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية لتوزيع عبوات تحتوي كحك العيد على المرضى من يتلقون العلاج بتلك المستشفيات في إطار الدعم المعنوي والنفسي المقدم لهم من قبل الوزارة لتحمل رحلة العلاج وآلام المرض. وعيش حرة يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا إحنا دايما هنا. مرة حسيت بخوف وقد الظروف مفيش أي قوة تهزنا. نشكركم على محبتكم وعلى ذريتكم الحلوة، وفرحتونا وفرحتوا عيالنا، وربنا يفرح قلبكم وكل سنة وانتم طيبين. دي حاجة فرحت قلوب بلادنا وفرحت قلوبنا، لأن إحنا طبعاً فرحنا كتير لأن هم افتكرونا افتكروا أولادنا. شكراً على الزيارة الجميلة دياً وبسطتنا ورفعت من روحنا المعنوية، إحنا والأولاد والأولاد كانوا مبسوطين جداً. كل سنة وانتم طيبين، وألف الشكر للريس اللي مش ناسينا، وكل سنة وانتم طيبين. هذه اللمسة الإنسانية من وزارة الداخلية بمشاركتها فرحة العيد مع المرضى كان لها أثر إيجابي عليهم، فقد رسمت الفرحة على وجوههم ورفعت من روحهم المعنوية. يعني أولادنا كلهم فرحانين والحمد لله إن أنتوا بتزورونا، وأطفالنا كويسين دايما طول ما هما بيشوفوكم. إحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو دايما مش ناسينا وفاكرنا وبيفرحنا دايما وبيفرح أولادنا. إحنا مصر ومصر إحنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين. أبدى المرضى بالمستشفيات المختلفة فرحتهم بهذه المبادرة، ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية التي وفرت لهم أجواء من الفرحة والبهجة زادت من شعورهم بفرحة العيد. نشكر ضباط وزارة الداخلية اللي هم جم النهاردة وبسطوني وبسطوني وجابوا له لبس العيد. شكرا انهم فرحوا ابني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل سنة وانتم طيبين. احب اشكر الرئيس على الهدايا اللي قدمها لاطفال المستشفيات لادخال الفرحه والسرور على قلبهم. احب اشكر وزاره الداخليه على النهارده على زيارتهم الجميله للمستشفى وتوزيع ملابس العيد على الاطفال، وطبعا ده ليه احساس حلو جدا عند الاطفال وبيدخل السرور على قلوبهم وعلى قلوبنا احنا كمان. ودي مش حاجه جديده على وزاره الداخليه، يعني دي زيارات متكرره ومستمره، ونتمنى انها ان شاء الله تستمر في مناسبات ثانيه. مشاركه ايجابيه من وزاره الداخليه المواطنين الاحتفال بالاعياد والمناسبات في اطار تفعيل الجانب الانساني والاجتماعي في الاستراتيجيه الامنيه التي تواصل تحقيق مستهدفاتها في تقديم خدمه امنيه ذات ابعاد اجتماعيه وانسانيه للمواطنين.